مقعدا فإنه يجب على الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب أن يكره المنكر وأن يتمنى زواله وأن لا يجالس من يفعل هذا المنكر، بل يفارقهم إذا استطاع ويقوم مجلسهم. وكذلك لو أنكر بلسانه، لا، إذا أنكر بلسانه ولم يقبل منه يجب أن يغادر المجلس. فحتى لو أنكر بلسانه ولم يستجب له وجلس بعد الإنكار وعدم الاستجابة فإن عليهم للإثم مثل ما على الفاعلين، لقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يترعون في فعلهم بس ما كانوا يفعلون. فلا بد من الأمر والنهي، وهذا يدخل في قوله والدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني لا بد أن يؤذى من نفسه الأمارة بالسوء ومن شيطانه ومن أهله وحسب إيمانه وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلى الأنبياء ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة زيد في بلائه وإلا خف عنه، ولا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالمؤمن لا بد أن يصبر على الأذى، ولا يقول إني لن يصيبني شيء. ولذلك الأنبياء منهم من قتل ومنهم من أوذي، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة زيل في بلائه وإلا خف عنه، ولا زال البلاء في المؤمن حتى يمشي الأرض وما عليه خطيئة. فلذلك الإنسان ما يبحث عن البلاء وعن الابتلاء، لكنه لا بد أن يوطن نفسه على هذا الأمر، وأنه إذا أصيب في دينه فيصبر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما يروى عنه أنه قال: لولا الابتلاء لشككت في ديني، لولا الابتلاء لشككت في ديني. فلا بد من الصبر على الأذى فيه، والصبر هو رباط هذه الأمور الثلاثة: العلم والعمل والدعوة. لأن الإنسان قد يتعلم ولكنه لا يصبر ويمل، وقد يعمل ولكنه يمل، وقد يدعو ويمل. فرباط هذه الأمور كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه: ألا إن منزلة الصبر للإمام منزلة الرأس من الجسد. ثم رواه صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه الأيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر، والصبر هذا له غذاء. ما هو غذاء الصبر؟ ما هو غذاء الصبر إذا عجزنا ومللنا من الصبر؟ ما هو غذاءه؟ غذاء الصبر اليقين، أن نتيقن، يكون عندنا يقين كامل على أن ما نبذله أو نتحمله في ذات الله عز وجل أن الله عز وجل لا يضيعه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، يعني مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له من خطايا. فالمصاعب هذه تكفر الخطايا. ولا يقول الإنسان أنا مللت، بل يصبر ويحتسب ويعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: والدليل على هذه المسائل الأربع، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل بهذه السورة، هذه السورة التي روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا لم يفترقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة. ولذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي الكرام أن نربي أنفسنا وأن نربي من تحت أيدينا من ذرية أو من طلاب أو من أتباع أو غيرهم، أن نربيهم على هذه السورة. والله من ربى نفسه على هذه السورة لا يعزنه الله في الدنيا قبل الآخرة. هذه السورة القصيرة التي جمعت عموم الأدلة، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقي حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فهذه جمعت الأدلة كلها، أصول الأدلة عموم الأدلة. فقال الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، وأقسم الله بالعصر، والعصر هو الزمان، ويقال لليل والنهار العصران لأنهما مواضع أو مواطن الأعمال. إن الإنسان في خسر، يعني جنس الإنسان، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الكبار من القوم والصغار منهم، كل الناس في خسارة، حتى الجن، والجن تبع الإنس. إن الإنسان في خسر، يعني مشيه مدخله ومخرجه حياته في خسارة.
إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا ومعبود إلها، وآمنوا بأسماء الحسنى وصفات العلى، وآمنوا بأخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه ودينه، ثم عملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، هل يكفي هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا، ما يكفي. ولذلك في أول حديث في مسند الإمام أحمد، أول حديث في مسند الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، يقول الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير معناها، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الصديق رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا ظهر فيهم منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عنده. وفي رواية: الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فمعنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أني إذا قمت بالواجب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ولم يستجب لأحد، فإنه لا يضرني ضر من ضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأكثر الناس تبعا، وإني لأعلم نبيا ما أمن به من أمتي رجل واحد. وفي رواية: إلا رجل واحد، إما قتله قومه وإما اتبعه إلا رجل أو رجلان. انظروا، هذا نبي أوحى الله إليه. وهذا يعطي الداعية القوة والنشاط، أنه إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أوحى الله إليهم وبعثهم، ومع ذلك إما اتبعه رجل أو رجلان أو لم يتبعه أحد، فكيف بنا ونحن من عامة الناس؟ فلذلك لابد الإنسان أن يعلم أن علينا البيان والبلاغ والتعليم والتوجيه، وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهداية القلوب التي نفاها عنه. فقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة، تدل إلى صراط مستقيم. ثم قال في الآية: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية الإلهام والتوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل بين، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق. هذا الأمر الثالث. فإذا كنت أنا أصلي وأصوم وأحج أو زكي وأقرأ القرآن، ولكني لا أمر ولا أنهى، فلست بمهتدي الهداية الكاملة. لو كنت أقوم الليل وأصوم النهار وعندي من العلم ما عندي، وعندي من الخير والصدق، لكني لا أمر ولا أنهى ولا أدعو، فهدايتي ناقصة، وعلي ولي نصيب من الخسران. هذا كلام الله عز وجل، وليس كلام الناس حتى، ليس كلام بل الله عز وجل يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يكتب ذلك، قال: وتواصوا بالحق. الدين كله حق، لا بد أن تواصى، لا بد أن تنصحني وأنصحك، تأمرني وأمرك، تنكر علي وأنكر عليك. وهذا لا يخص أحد. فالعالم ينصح، والكبير والصغير، والمرأة والرجل، حتى النساء، حتى النساء يأمرنا. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تبقى هذه الآية الجامعة من أجمع الآيات في سورة التوبة. يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحبه، من محبتي لأخي المسلم ومحبته لي ومحبتي لأختي المسلم ومحبتها لي. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. انظروا، أول شيء يأمرون بالمعروف.